يلتقي المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم منتخب طاجكستان عصر غد الخميس في افتتاح مشوارهما في النهائيات الآسيوية التي تقام في أوزبكستان. ويخوض المنتخب الوطني منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية وعمان وطاجكستان، حيث تسعى كتيبة المدرب إسلام ذيابات لتحقيق التأهل للدور المقبل في رحلتها نحو الوصول لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخ الكرة الأردنية. قدم نادي الرمثة المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وسيم لبزور في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حيث سيقود لبزور الفريق في الموسم المقبل بعد مسيرة ناجحة مع فريق شباب الأردن في الفترة الماضية. وقال لبزور إن طموحه مع الرمثة هو المنافسة، وأنه يطمح أن يكون الفريق رقما صعبا بين جميع الفرق في الدوري، مبينا أن اللاعب الذي يستحق التواجد في التشكيلة الأساسية وتمثيل الفريق سيحصل على الفرصة، وأنه سينقل طموحه وفلسفته الكروية إلى اللاعبين. بالمرحلة القادمة استراتيجيتنا تعتمد على الاعتماد على الفئات العمرية، الاستثمار بالعنصر البشري. بالتأكيد يعني تجربة الكابتن وسيم لبزور بشباب الأردن يعني كانت مميزة جدا من خلال تطويره للفئات العمرية. هي مسؤولية يعني كمان، يعني أنت يمكن زي ما سمعت أو زي ما المتابعين نادي الرمثة بيحكوا أنه أنا من المدربين القلال أو المدرب الأول اللي بيجمعوا عليه جمهور وبيجمعوا عليه إدارة وما في خلاف، فهذا بزيد الأعباء وبزيد المسؤوليات اللي علي. رايحين نعطي كامل طاقتنا لهذا الفريق، رايحين نعطي فوق استطاعتنا يعني اللي بحيث ننهض فيه ونطلع من المركز اللي حققوه الموسم يعني الماضي اللي انا ما يليق يعني بحامل لقب دوري. وصلت بعثة المنتخب الوطني لكرة السلة الى الاردن فجر الاربعاء بعد تأهل الصقور الى كأس العالم. المزيد في هذا التقرير. هلا بالنشامة. عاد الصقور الى الاردن حاملين معهم بطاقة التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة تاريخيا والثانية تواليا، حيث حطت طائرة المنتخب الوطني في مطار الملكة علياء فجر اليوم. بنشكر الشباب اللي اجوا اليوم، يعني صح العدد مش كثير، لكن بنشكرهم الساعة 2 بعد منتصف الليل وموجودين وعم بعبروا عن حبهم للمنتخب وفرحتهم. الحمد لله اللي الله قدرنا وقدرنا نفرح المحبين كرة السلة بالأردن والمشجعين، إلهم الحق يكونوا فخورين بمنتخبنا، منتخبنا من ضمن أحسن 32 فريق بالعالم حاليا. استقبال جماهيري بسيط وغياب الحضور الرسمي، إلا أن التأهل كان كافيا لنثر حالة الفرح على اللاعبين الذين أكدوا بأن الحلم بدأ الآن وأن العيون تترقب التحليق نحو الأولمبياد. كنا هذه خطتنا من أول ما الجهاز الفني استلم التدريب، احنا حاطين بالنا نتأهل وهذا هدفنا، لسه ما خلص، لسه قدامنا كمان تأهل الأولمبياد إن شاء الله. اللاعب الموجودة مع الاستاف الموجود مع الاتحاد الموجود قادرين يوصلوا هذا المكان إن شاء الله. تأهل كأس العالم كان شوي صعب، بس الحمد لله رب العالمين بهمة الجميع، بهمة اللعيبة، بهمة الاتحاد، بهمة الجماهير كانت واقفة معنا قدرنا نوصل لكأس العالم. تحضيراتنا هسه راح تبلش إن شاء الله بعد انتهاء الدوري لكأس العالم للظهور بصورة مشرفة إن شاء الله للكرة السلة الأردنية. وكان المنتخب الوطني قد اختتم النافذة السادسة من تصفيات كأس العالم بفوزين مثيرين على الهند والفلبين على التوالي وفي ملعبيهما، رغم أنه ضمن التأهل المونديالي قبل انطلاق مباراة الهند بعد خسارة المنتخب السعودي المنافس المباشر على التأهل من نظيره النيوزيلندي. سيكون أرسنال أمام فرصة ذهبية للابتعاد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عندما يستضيف أفرتون الليلة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة، ويسعى أصحاب الأرض لتحقيق الفوز وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي الوصيف إلى 5 نقاط، فيما يبحث أفرتون عن تحقيق نتيجة إيجابية تسنده في الصراع الهروب من الهبوط. كما يلتقي الليلة فريقا ليفربول وولفرهامبتون في مباراة مؤجلة من الجولة ذاتها. فاز ممفيس غريزليز على لوس أنجلوس ليكرز ب 121 نقطة مقابل 109 نقاط في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. وهذا الفوز 37 لممفيس غريزليز من أصل 60 مواجهة
ليستقر في المركز الثاني للمجموعة الغربية، كما حقق متصدر المجموعة دنفر ناجتس فوزه 44، وجاء على هيوستن روكيتس ب133 نقطة مقابل 112 نقطة.